انا باكد لك انه في امكانيه بسهوله لقاء باعاده الودائع واكثر من 100 الف دولار. نحن تحدثنا بلجنه الشؤون المصرفيه وحمايه حقوق المودعين مش عن ودائع مؤهله وغير مؤهله، فنحن نرفض هذا المبدا. تحدثنا عن ودائع مشروعه وغير مشروعه، واعطيني بس دقيقه لاشرح هذا الموضوع. بعيدا عن كل الشعارات وبعيدا عن ضلنا نحكي انه في موضوع الجبايه والتهرب الضريبي والاصلاح، اللي انا وياك وكل المشاهدين نعرف تمام المعرفه انه هذا الشيء ما راح يصير. رحنا على شيء اسهل، قلنا بالمصارف اللبنانيه 90 مليار التي تبقت على الاقل على الورق في عنا ودائع مشروعة وغير مشروعة. الودائع غير المشروعة مش معناتها يسمح للمصرف باحتجازها وسرقتها، ولكن يؤجل البحث فيها وتعطى الآن الودائع المشروعة. السؤال ما هي الودائع المشروعة؟ أو بالأحرى منبلش بغير المشروعة. أول شيء في أموال طائلة جدا تقدر بعشرات مليارات الدولارات، وهي تابعة للأنظمة العربية التي لم تعد موجودة، أمثال النظام الليبي السابق والنظام المصري السابق والنظام التونسي السابق والنظام اليمني السابق إلى آخره. هذه الأموال لن يطالب بها أحد على الأقل بالمرحلة الأولى، لأنه أصلا هي أموال كانت تخرج بالسر من دولها وتودع في المصارف اللبنانية. ثانيا في عنا مصارف عربية، وأنا عم بحكي عن شيء بعرفه وأنا عم بحكي عن شيء عندي خبرة فيه، أودعت مئات ملايين الدولارات في العام 2018 و2019 لتكسب بين 20 و25% فوائد على إيداعاتها. أنا على يقين من 3 مصارف وضعت أكثر من 500 مليون دولار في المصارف اللبنانية. اليوم لما يكون رجل أعمال عادي عم بحط مبلغ مليون دولار، أو عفوا مواطن عادي عم بحط 100 ألف بيعطوه 20، ممكن أنه يتذرع أنه ما بيعرف، ولكن مصرف عم بحط 100 مليون و500 مليون ليأخذ 20% بيعرف أنه هاي مؤشرات وبوادر واضحة للأزمة، وبالتالي يتحمل المسؤولية. وليس من الوارد البحث بشكل أساسي برد ودائعه قبل الودائع العادية. إذا بدنا ننتقل لآخر مرحلة من الودائع غير المشروعة، الأشخاص المعرضين سياسياً. وإذا الناس عم بتفكر أنه هلأ أنتوا عم تطرحوا السياسيين، ما عم نحكي سياسيين صف أول، لأنه طلعت أرقام بالأرقام وبالتواريخ ولم يدحضوها، ولم يتحرك القضاء، ولم يتحرك ساكن، ولم يتحرك أحد. خلينا على الأقل نحكي بالموظفين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة، ومن المقاولين اللي هن ادخارات وتحويلات لا تتواءم ولا تتلائم مع مدخول المصرح عنه. وبالتالي اليوم هيدي أيضا الأموال ما عم نقول يجب أن تصرف، ولكن يجب أن تجمد ولا يعطى الأولوية لردها. وصدقيني ست رفيف انه ما بيبقى اكثر من 30 ل 35 مليار دولار بتعيد الودائع كلها وبتاجلي بقيه الودائع. هذا الموضوع لا احد يريد سماعه، لانه في هلا بدي رد على سؤالك، في منهجيه واضحه امام السلطه السياسيه وايضا بالمشاركه مع السلطه المصرفيه بعدم رد الودائع. نحن اليوم لو خطة لازار تطبقت ولو جزئيا كان جزء كبير من الودائع انرد. اليوم التعميم اللي بيسمح للمصارف تعطي 150 دولار هو تقنيا السماح للمصارف بالتذرع أمام القضاء بأنها غير متوقفة عن الدفع، وهي صحيح. طبعا متوقفة عن الدفع. وبالتالي لا، أنا ما بعتقد إجابة على سؤالك ممكن رد الودائع. طبعا الأموال موجودة وأصحاب المصارف لديهم الأموال وقد حولوا أموال إلى الخارج ولديهم رسامين، ولكن لا يحتفظون بها لا في لبنان أو يحتفظون بأصول عقارية. أما هل هناك نية لرد الودائع؟ طالما القضاء لا يتحرك بالشكل المناسب ولا يأخذ الأحكام، مش معقول يا ريف، مش معقول أنه نحن حيصرنا 5 سنين من أسوأ أزمة مالية بتاريخ البشرية وما شفنا واحد تحاسب من المنظومة المصرفية الموجودة. ما شفنا ولا واحد تحاسب. اليوم المادة 208 من قانون النقد والتسليف لا تفعل على الإطلاق من قبل المصرف المركزي. المصرف المركزي يحاول جاهدا فيما يتعلق بعدم إفراط الدولة، ولكن هذا الأمر غير كافي. أين هي الهيئة المصرفية العليا؟ أين هي لجنة الرقابة على المصارف؟ وأين هي هيئة التحقيق الخاصة ليه؟
كشف عملية التحويلات. وللأسف الشيء اللي بيخوف إنه الفترة اللي فينا نرجع فيها لورا انتهت أو صارت على وشك النهاية، وبالتالي ما بيعود فينا نرجع إلا إذا فعلنا القانون 2/67 وهو وضع اليد على المصارف، وما عم بحكي عن المعاقبة، عم بحكي عن المحاسبة. وضع اليد على المصارف يعني الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بينوضعوا على جنب وبتبلش المحاسبة معهم، ومن هنيك شو في أموال خرجت، شو في أموال تحولت، شو في بيوعات عقارية، شو في أصول نقلت، بتم إدراجها وجدولتها وتوضع في صندوق خاص لإعادة الأموال إلى المودعين. بدي أعطي ملاحظة جدا صغيرة جدا صغيرة، إذا ما بدهم يعملوا كل هالشيء، أنا بحب أقول لك ريف، إذا هلأ حضرتك بدك تقبضي راتبك، صار لك 4 سنين عم تقبضي كاش، هلأ معظم المؤسسات وخاصة المستشفيات والجامعات وإلى آخره أصبحت تحول الأموال بصيغة فريش إلى المصارف، وبياخدوا الأشخاص الموظفين تشكات وبيقبضوها فريش من المصارف، والمصرف يقتطع ما بين 1 و2% من هذه التشكات، وهذا كسب غير مشروع واضح. صحيح. إذا بس من أمور بسياقة ومنشوف أنه كل مصرف يتقاضى ما لا يقل عن 100,000 دولار شهريا، عم نحكي بالواحد واثنين بالألف كل فرع على مصرف، إذا هاي جزء من هالأموال التي تقتطع بوجه غير مشروع وتقتطع ببدعة جديدة بمخالفة للقانون وبمخالفة لتعميم مصرف لبنان الأخير، هيدا الصندوق لحاله إذا ما حابين تقولوا المصارف وقفوا وما قادرين تلزمون، على قليل خليهم عم يقتطعون ورجعون على صندوق خاص فريش، وبلشوا ردوا أموال من هالصندوق قبل انتظار قانون من مجلس النواب أو تعميم من مصرف لبنان لن يؤتي بثماره في القريب العاجل، لأنه المصارف لا تتعاطى مع التعاميم مع القوانين بشكل عادي وبشكل رسمي، ولا تعيل لهذه التعاميم والقوانين أي أهمية، لسبب واحد، إذا ما كان في عقاب وما كان في حساب ما لا تجد المصارف نفسها ملزمة بالتقيد، وهذا ما يحصل.